This is the third lecture. هسه بالبداية ناخذ some definitions about the carcinogenesis. جزء مر عليكم هاي المصطلحات أو هاي الكلمات. فإحنا مجرد راح نسوي refreshing. شنو يعني neoplasia؟ means the new growth or autonomous growth of tissue. Autonomous means uncontrolled or non-controlled growth of tissue. يصير growth ما تشو out of control. فيصير عندنا neoplasia. يعني يصير عندنا شنو expansion. And the size of the tissue. So بعدين عندنا lesion or tumor. شو يسمونه lesion اللي يصير نتيجة النيوبلازيا أو نتيجة الأوتونوموس growth of the tissue يسمونه نيوبلازم. يقسم إلى قسمين، مرات يكون benign اللي إحنا نسميه بالعربي حميد، مرات يكون malignant اللي هو يكون شنو خبيث or cancer يكون. البناين يقول lesions or neoplasm or the tumor characterized by expansive growth. يعني growth ما ترى يكون هواي expansive يعني صرت خلينا نقول too much growth of the tumor. Frequently exhibiting slow rates of proliferation that denote invade surrounding tissue. يصير عندنا هناك expansive growth of the tissue but بس شنو اللي يفرق عن المالجننت انه ما يسوي ميتاستاسيس ما يروح ويضرب اذر اورجانس اذا سامعين الكانسر اغلب الاحيان يقولون يابا هذا عنده ورم حميد واحد يقول لا هذا عنده ورم خبيث ومنتشر بجسمه حميد يعني هذا هو جست ليجن ويبقى بمكانه بس يكبر حجمه يسوي له سيرجيكال اكسجين يشيلوا له وما راح ماكو ريسك انه راح يسوي عندنا ميتاستاسيس يروح يضرب اذر اورجانز مثلا يصير عنده خلينا نقول بالسكين خلينا نقول بالاديبوز تشو يصير عنده تيومر مثلا بناين تيومر وهذا بس يشيلونه سيرجيكلي بعد ما يطلع ولا اكو ريسك انه راح يسوي ميتاستاسيس ويروح يضرب اذر اورجانز يعني مرات يكون التيومر مثلا بالمصل يروح يضرب اذر اورجانز يروح يضرب البونز يروح يضرب الليفر الكدني واتيفر يعني يصير ميتاستاسيس يسمونه انتشار Malignant lesions demonstrating invasive growth capable of metastasis to other tissues and organs. فهذا الفرق بين ال benign وال malignant. Both of them are neoplasm, but the difference is the malignant has invasive capability. خلينا نقول. شنو يعني metastasis? Means secondary growth derived from the primary malignant neoplasm. يعني اكو مثل ما قلنا انه site of the tumor يكون مثلا بالمصل. وراح تلقى ميتاستاسيس واصل للبونز او واصل للكدني او واصل للليفر التيومر ليجن كاركترايزد باي سويلنج اور انكريز ان سايز ماي اور ماي نوت بي نيوبلاستيك يعني التيومر مو شرط انه يكون نيوبلاستيك يعني مو شرط انه راح يكون انه هو يدل لنا على بناين اور مالجننت نيوبلازم لا التيومر مرات بس يصير عندنا هايبرتروف خلينا نقول الكانسر از مالجننت نيوبلازم يعني هذا malignant ما يقول غلط. Once the neoplasm or the tumor convert to إنه عنده invasive capability راح يسمونه cancer. يكون malignant. Carcinogen شنو اللي يسبب cancer؟ أكو carcinogen. يعني any physical or chemical agent that causes or induces neoplasia. أي chemical or physical agent. Chemical يعني لك هاي المواد الكيميائية اللي موجودة. Physical agents like خلينا نقول radiations وغيرها فهي كلها سوينا شنو ممكن انه اذا عدها ability انه سوينا neoplasia فهي يسمونها carcinogen ممكن تكون genotoxic وممكن تكون non-genotoxic شي يعني genotoxic means the compounds that interact with DNA مركبات اللي تتفاعل ويا DNA وسوي له damage او mutation يسوي له Non-genotoxic لا modify the gene expression without affecting the DNA. يعني راح تأثرنا على expression of the genes or the proteins but without directly affecting DNA. يعني ممكن تأثر على الانزيمز اللي هي مسؤولة على الريبليكيشن، الانزيمز اللي هي مسؤولة عن الكوبينج، ترانسكريبشن، whatever. بس ما تأثرنا على الDNA. Non-genotoxic يسمونها. هسه راح نجي على الجينوتوكسيك والنون جينوتوكسيك ناخذها بتفصيل بسيط يعني
جينوتوكسيك كارسينوجينز يسمونها ميوتاجينيك. ليش؟ يعني هي هاي راح تسوي لنا دامج للدي ان اي انتراكت دايركتلي وانس دي انتر خلينا نقول انسايد اور بودي اور سام تايمز جست باي انهيليشن اور باي سكين اكسبوجر. هاي شو تسوي؟ تروح دايركتلي للدي ان اي وتسوي له دامج او سو تشينج ان اتس ستراكشر. يعني دامج كان يكون واحده من البيسز مال الدي ان اي تنفق تفلشها، يعني هذا الميوتاجينيك كارسينوجين، او مرات بس يغير الستركتشر مالته. ايش بين الجينوتوكسيك كارسينوجينز؟ يقول they are frequently mutagenic, mutagenic in a dose responsive manner. And they are classifying as exhibiting low dose linear patterns which approximate straight line at very low doses without a threshold. And lack of reversibility of effect upon removal of the agent. شنو يعني هذا الحكي؟ انه هاي المواد اللي هي تكون جينوتوكسيك كومباوند اللي هي تكون جينوتوكسيك او ميوتاجينيك، خلينا نقول الدوز ريسبونس ريليشن شيب مالتها انه ات لو دوزز تكون لينير، ات فيري لو دوزز تكون لينير، ما بيها تفيد ثريشولد. يعني هي اذا اعطينا 5 او 10 او 20 ملغ ما راح يزود الافكت، يبقى نفس الافكت. يعني هي اصلا وات ايفر الاماونت اللي تدخل او توصل للدي ان هي راح تسوي دامج، لذلك يكون ما بيها ثريشولد اوف افكت. وبعد انه تكون لاك اوف ريفيرسيبلتي، يعني من نسوي دامج بالدي ان اي نسوي ايرفيرسيبل دامج حتى اذا راح الريجنت بعد او الكارسينوجين يروح يبقى الدامج موجود بالدي ان اي. هاي بالنسبه للجينوتوكسيك. اكو عندنا نون جينوتوكسيك، قلنا احنا قسمناهن نون جينوتوكسيك، هاي تكون نون ميوتاجينيك، يعني داز نوت دايركتلي افكت اور انتراكت وذ الدي ان اي، تغير الجين اكسبريشن سام تايمز موديفاينج ذا نورمال سيل فانكشن او كان يكون specific receptors، بالنتيجة راح تؤدي لنا إلى increase in the growth of the cells، بالنتيجة راح تؤدي لنا إلى neoplasm. sorry. Work through epigenetic mechanism. شين يعني epigenetic؟ يعني means إنه هي راح تأثرنا على genetic expression، بس مو directly affecting the DNA. لا، تروح مثل ما حكينا مساء قلنا تأثر على enzymes اللي هي مسؤولة عن the replication of the DNA. انزيمز اللي هي مسؤوله عن الترانسكريبشن، انزيمز اللي هي مسؤوله عن الترانسليشن انتو ذا بروتينز. فاي راح تاثر لنا على الدي ان اي اكسبريشن وداوت موديفاينج اور دايركتلي دامجينج اتس ستراكشر. تقول كرييت ا سيتويشن ان ذا سيل ذات ميك ات مور سسبتبل تو دي ان اي دامج. سو انهبيشن مثلا الدي ان اي من يصير بيه دامج، خلينا نقول يعني هو نورمال الدي ان اي اور دي ان اي از اكسبو، يعني دائما يصير بيه ايرورز، يصير بي دامجز during the cell proliferation during the DNA replication، دائما يصير بي errors. يعني يقول create a situation in the cell that make it more susceptible to DNA damage. فاللي يصير انه وحده من الانزيمز خلينا نقول اللي مسؤول عن دي ان اي ريبير، هذا اللي يجي الايجنت ما يخليها تشتغل، بالنتيجه راح يصير عندنا دي ان اي دامج. هنا شنو الفرق عندي على الجينوتوكسيك؟ هنا تكون نون لينير دوز ريسبونس ريليشن شيب، يعني من ازود الدوز يصير عندي ريسبونس اكو ثريشولد فور ذا افكت. يعني كل ما ازود الدوز كل ما انه راح تكون الكارسينوجينيستي خلينا نقول او الافكت اكثر، هنا يكون ريفيرسيبل افكت مالته، قلنا هو ما راح ياثر دايركتلي على الدي ان اي، راح ياثر على انزيمز وعلى البروسيسز او راح يجلب ريسبتورز، هذا من يروح الافكت مالته. هسه جينوتوكسيك كارسينوجين تكون ريفيرسيبل، بينما النون جينوتوكسيك تكون ريفيرسيبل. نجي على التسمية مال التيومرز مال النيوبلازم شلون يسمونها؟ اكو عندنا قلنا بناين واكو عندنا مالجنت. البناين يخلون التشو اوريجين ويا اوما، مثلا فايبروما بالفايبروس تشو، لايبوما بالفات او ريديبوس تشو، لادينوما بالجلانز جلانديولار. هنا شنو اللي يصير؟ هذا بناين تيومر، مالجنت نيوبلازم.
سوري شباب. فاذا قلنا البنائي انه تشو اوريجين بلس اوما المالجنت، لا اذا كان بالابيثيريال تشو شو يسمونه؟ التشو نيم بلس كارسينوما، لكن بالديرمويد كارسينوما، هيباتو سيلولار كارسينوما، غاستريك ادينو كارسينوما. ادينو مينز هاي بالجلانس، كارسينوما مينز مالجنت، يعني بالجلانس مال الستومك. ساعتها هنا بس ادينوما، ادينو كارسينوما. ميزينكايمال تشو اذا كان بالتشو، هاي التشو اللي تعطينا الفات، تعطينا المسلز البونز، هاي شو يسمونه؟ شلون يسمونه؟ تشو بلس ساركوم، فايبرو ساكروم كونكتيف تشو، هذا اوستيو ساركوم بالبونز، لايبو ساركوم بالليبز، هاي بنجنت. مفهوم شباب؟ وياي لمو ياي نايمين قاعدين؟ دكتور عيد عيد سعيد بس هاي السلايد عيد التسميه شلون نسميه؟ تيومرز اور نيوبلازمز شلون نسميهن؟ اكو احنا شنو قلنا اكو عندنا مالجنت واكو عندنا بناين. بناين اللي قلنا حميد اللي هو شبيه قلنا ما بي ميتاستاتيك ايبولتيز يعني ما ينتشر، هذا شلون يسمونه؟ يخلون التشو وراها اوما او ام اي ليش ما تشو يخلونه وخلون وراه او ام اي فايبروما يصير بالفايبروس تشو one of the connective tissues. لايبوما يصير بالليبيدز يعني للفات ولا الأديبوس تشو يصير ببناين تيومر يسمونه لايبوما. الأدينوما يصير بجلانس specific gland أي gland glandular tissue ده صار ببناين تيومر يسمونها أدينوما. هاي بالنسبة للبناين. نجي على المالجنت نيوبلازم راح نقسمها حسب نوعك، مرات يحطون التشو اوريجن ويا كارسينوما، مرات يحطون التشو ويا ساركوما حسب نوع التشو. اذا كان ابيثيريال تشو يخلون ويا كارسينوما، مثلا ابيديرمويد كارسينوما، هيباتو سيلولار كارسينوما، غاستريك ادينو كارسينوما. اذا كان ميزينكايمال تشو اللي هو هذا يعطينا ديفرنت تايب، هو هذا في الجنرال تيرم المن يشمل لنا الكونكتيف تشو، يشمل لنا الفات البونز الأديبوس تشو سنتايمز، هذا يحطون تشو بلس ساركوما، فايبرو ساركوما، أوستيو ساركوما يعني بالبونز بناء مالجنت تيومر بالبون، لايبو ساركوما مالجنت بالأديبوس تشو مالجنت تيومر بال، فايبرو ساركوما مالجنت بالفايبروس تشو. هسه مفهومه؟ واضح حتى دكتور. هاي عندكم هنا الاكزامبلز، مثلا تشو اوف اوريجين ذا كان كونكتيف تشو ذا بون، نفس ما حكينا من ساعه بس مخليكم اياها ان الاسماء مالتهم البون. شوف شو مسمي البون باور، ذا في شيء صار عندنا مثلا تيومر بالبون شيء يسمي ذا كان بناين سمي اوستيوما، ذا كان مالجنت سمي اوستيو ساركوما، فايبروس ذا كان بناين فايبروما، ذا كان مالجنت فايبروساركوما، فات لايبوما اند لايبوساركوما، بلاد سيلز من هالاسم مالته يختلف شوي الى سيلز هاي مو تشو، هيماتوبويتيك سيلز يسمونها لوكيميا، الليمفويد تشو يسمونه ليمفوما، المسلز اذا بالسموث مسلز يسمونه ليو مايوما اذا كان بناين، ولا ليو مايو ساركوما اذا كان مالجنت، سترايتد مسلز مينز رابدو مينز رابت، هاي الرابدو مينز سترايتد يعني السكيلتون، خلينا نقول رابدو مايوما او رابدو مايو ساركوما. هاي البقيه هي نفس الحكي بس مجرد مرات يخلونه يسمونه اذا كان بناء يخلونه اومو، اذا كان مالجنت يخلونه ساركوما. شلون الميكانيزم اوف اكشن اوف ذا كيميكال كارسينوجينز، المود اوف اكشنز مالته، شلون يصير الكانسر، شلون يصير النيوبليزم، شلون يصير؟ اكو فيها ستيجز. First one is initiation. أول شيء لازم أكو فد agent or فد effect خلينا نقول صار حول إن السيال من normal سيال إلى initiated سيال. شو يسمون هاي compounds اللي تحول إن السيال من normal سيال إلى initiated سيال يسمونها incomplete initiating agent sorry incomplete carcinogen. هذا بس يسوي initiation، يحول السيال من normal سيال إلى initiated سيال،
يسوي الديفكت بالدي ان اي مثل ما قلنا، او يسوي الديفكت اوتسايد الدي ان اي وانديركتلي افكت ذا جين اكسبريشن، بالنتيجه راح يحول السيل من نورمال سيل الى انيشيتد سيل. هاي السيل ايش راح يصير بيها بعدين؟ الجسم شو يسوي؟ عنده ديفنس ميكانيزم ما يخلي هاي السيل تاخذ راحتها، يسوي لها ريبير بالدي ان اي داك. اذا سوى لها ريبير رجعت نورمال سيل. اذا الدي ان اي دامج، الدي ان اي ريبير ميكانيزم انسايد اور بودي ما قدرت كانوت هاندل ذا دي ان اي دامج، ايش راح يصير عندنا؟ انه بروموشن. اكو مرات اللي يتعرض خلينا نقول الهيومن الى بروموتنج ايجنت، هاي ايش راح يسوي؟ سو بروليفريشن فور ذي فور ذيس انيشيتد سيل. هاي الانيشيتد سيل راح يصير بيها بروليفريشن. صار بيها بروليفريشن، صار عندنا فوكال ليجن او برينيوبلاستيك ليجن يسمونه. الجسم بعده ما ساكت، شكو هذا الليجن اللي صار او النمبر اوف سيلز اللي صارت الانيشيتد سيلز، يحاول يتغلب يتخلص من عتها ثرو ذا ابوبتوسيس ميكانيزم. ابوبتوسيس ميكانيزم اللي هي شنو؟ بروجرام سيل ديث، اب نورمال سيل يسوي بها ابوبتوسيس او ديث ويتخلص من عتها. اذا ما قدر يسوي بها ابوبتوسيس راح يصير بعدين؟ تبقى هاي السيلز يصير بها ديفيجن او بروليفريشن، النتيجه راح يصير بها النوب، نجي على الثيرد ستيج اوف ذا كارسينوجينيسيس اللي هي شنو؟ بروجريشن. بس راح اشرح كل وحده بالتفصيل. فاكو ايجنت يسمونه انيشيتنج ايجنت، هذا بس يسوي سيل لا انيشيت سيل او بس خلينا نقول الستارتر ايجنت، هذا يعتبر انكمبليت كارسينوجين ما يقدر هو يسوي بوحده يسوي كانسر. نجي اكو بروموتنج ايجنت، هاي تحولها من انيشيت سنجل سيل الى بوبوليشن اوف سيلز. نو بتجي البروجريشن ايجنت، هاي تحول لنا اياها من برينيوبلاستيك ليجن الى كانسر. اكو كيميكلز تقدر تسوي اول اوف ذيس steps ثلاثة، so initiation promotion و progression، هاي يسمونها complete carcinogens. سنجي على أول step اللي هي initiation. أغلب compounds اللي يسبب إنه initiation تكون inactive as it is، يحتاج لها metabolic activation in the target cells. من تروح للسيال تعرض إلى metabolism تتحول إلى يسبب لها bioactivation، تتحول إلى active compounds اللي إيش راح تسوي؟ تروح تسوي covalent binding with the DNA، تسوي complex with DNA، تسوي بالنتيجه صار عندنا mutation بالدي ان اي، صار هسه بالدي ان اي صار بي alteration، صار عندنا alter DNA، تحولت السيل سموها initiated cells. هاي initiated cell يا ما remains dormant، يعني تبقى ما راح يصير بيها proliferation، لان اكو عندنا homeostatic mechanism inside our body، endocrine اكو عندنا hormones ما تخليها يصير بيها مثلا growth، او surrounding normal cells راح تتغلب على هاي السيل وتخليها دورمنت ما تخلي يصير بيها بروليفريشن. sometimes الميوتيشن اللي يصير بالدي ان اي may lead to the death of the cells through the apoptosis mechanism، هو الميوتيشن يكون incompatible with the cells or fiber، فما راح يصير عندي بروليفريشن بعدين يصير عندي تيومر، لا بس يصير الميوتيشن قبل السيل ديت. خلينا نقول مرات هاي الانشيتد سيلز اكسبوز تو ستيمولاي لايك انترنسيك فاكتورز اور كيميكال اكسبوجر، اكو عندنا مثلا حسب الاميونيتي الايج اوف ذا انديفيدوال منصير بها الدي ان اي دامج، خلينا نقول بالنتيجه راح تتحول راح يصير عندنا بروليفريشن اوف ذا انشيتد سيل، تبدا الجيرني اوف ذا كانسر خلينا نقول اور كارسينوجينيسيس خلينا نقول. اكزامبل على الانشيتنج ايجنت بولها بوليسايكليك هيدروكربونز and nitrosamines, biological agents, certain viruses, physical agents like X-ray and UV light. Then you saw DNA damage, but the result is that initiated cell, that means it's a short term. And after it was initiated cell, this will be two phases. If it doesn't go, it will develop. If the mutation is incompatible with the cell survival, or the body is able to control it through the surrounding cell, or sometimes هاي الانشيت سيل تتعرض الى ايذر ايجنس او ايذر ستيمولاي ويصير بيها بروليفريشن. هاي بالنسبه للانشيشن. وراها شنو اللي راح يصير عندنا؟ قلنا البروموشن. انشيت سيل بروليفريشن از فاسيليتيتد باي ذا اندوجينس او اكزوجينس تيومر بروموترز. اكو تيومر بروموترز يسمونها اللي هي انهانس ذا سيل
ريبليكيشن اور بروليفريشن. هاي تكون نوت ميوتاجينيك ايجنتس و انيبل تو اندوس تيومر باي ذيم سيلفز. يعني هاي ما سوت تيومر للكومباوند اللي يسمونه بروموترز، ما سوت تيومر، بس اذا لقيت اكو انيشيتد سيل بها دي ان اي دامج راح تسوي لها بروليفريشن. سو تشينج بالجين اكسبريشن والنتيجه راح تخلينا السيل بروليفريشن يستمر، او سو انهبيشن للابوتوسيس بروجرام. وقلنا من ساعه السيل انشيت السيل ممكن الجسم يتغلب عليها ثرو ذا ابوتوسيس بروجرام، مرات لا، هاي انشيت السيل قلنا تتعرض للبروموتر ايجنتس اللي هي شو تسوي؟ سو انهبيشن للابوتوسيس، بالنتيجه راح يصير عندنا تتحول من السيل الى برين بلاستيك ليجن. يعني صار عندنا برينيو بلاستيك ليجن، صار عندنا ليجن. الجروث مالته حتى يبقى يكبر يحتاج ريبيتد اكسبوجر تو ذا تيومر بروموترز. اذا هسه هاي البروموتر ايجنت تكون نوت ميوتاجينيك، والافكت مالتها ممكن يكون ريفرسبل. يعني قد تكون هي قد تشتغل على ريسبترز، تجي تسوي تجي تشلب بفد ريسبتر موجود، بالنتيجه راح تخلي لنا سستين سيل بروليفريش. فاذا راح الافكت مالتها من هالريسبتر فمعناها راح شنو يصير الافكت مالها؟ يصير ريفرسبل. بينما من ساعة الانيشيشن تكون على الدي ان اي فيكون ريفرسبل. هسه نجي على البروجريشن، the third stage of carcinogenesis or the final stage of the carcinogenesis. هنا راح يصير عندنا transition from the benign lesion to malignancy. هنا راح يتحول from benign lesion into malignant lesion or cancer يسمونه، بس يتحول الى مالجنس مو كانسر. شنو اللي يصير؟ ممكن الاسباب يعني اللي تؤدي الى البروجريشن. اول شيء يقول increase in the DNA synthesis and cell proliferation in the brainio plastic lesion. هاي progressive agent تجي وتزود DNA synthesis، بالنتيجه راح يزود cell proliferation. بعد ممكن هاي البروجريسر ايجنت ممكن يكون عندها genotoxic effect، فراح يسوي لنا additional DNA damage. مثلاً سوينا دامج بالكروموسومز such as aberrations and translocation. aberration يعني يتغير the number of the chromosome أو structure of the chromosome. translocations نفس إن الكروموسومات واحدة تتبدل ويا الثانية، يسمونها translocation. يعني جزء من واحد من الكروموسومات يتبدل ويا الثاني. بعدين أشرح لكم هاي الكروموسومات عندكم، خليكم فيجروها. فهاي ممكن one of the causes إنه يتحول لبرينيوبلاستيكيشن إلى نيوبلاستيك كانسر. فبالنتيجة راح يصير عندنا expansion of the cells and metastasis راح ينتشر. مرات يصير عندنا inhibition of the DNA repair mechanism راح يتحول من benign إلى malignant. صار عندنا transition from benign to malignant tumor. All the stages of the carcinogenesis. The first one is the initiation. قلنا راح تتحول from normal cell to initiated cells. اللي هي ممكن تروح body controlled by defense mechanism، أو ممكن راح يصير بها proliferation. ورا ما صار بها proliferation راح ندخل بالpromotion stage. Promotion شنو اللي راح يصير؟ number of these initiated cells راح يزداد. بعدين راح ندخل بالprogression ستيج اللي هي راح تحولنا من بناين الى مالجنسي. سنجي على classes of chemical carcinogens. The first one is DNA reactive or genotoxic. هاي راح تأثرنا على DNA. Organic or inorganic. Organic carcinogens ممكن تكون A1 direct acting، يعني تشتغل directly as it is ما يحتاج الى activation. هاي ممكن تكون synthetic like calculating agent, mustards, nitrosamides and nitrosurate. أو عندنا تكون برو كارسينوجين يسمونها هاي اكتيفيشن ديبندنت. برو كارسينوجين بنسميها برو يعني يحتاج لها فد ستيب ثانية. شلون برو دراجز؟ نحن على برو كارسينوجين يحتاج لها اكتيفيشن. اكو سينثيتيك اكو ناتشرال اكو مايكرو بيولوجيك. سينثيتيك لايك بوليسايكليك ان هيدروسايكليك اروماتيك كومباوندز، ناتشرال اللي هي موجودة عندي oil, petroleum, azo compounds, nitrosamines, nitrosamides.
polycyclic and heterocyclic compounds. The last one is the microbiologic compounds like mycotoxins, like aflatoxins. A toxin يطلع من specific type of fungi. هذا يسوي عندنا ممكن يكون carcinogen. هذا the first class اللي هو DNA reactive يسمونه or genotoxic. Second class is the sorry بعدنا جاي نحكي على DNA reactive قلنا كو organic وكو inorganic. نجعل لل second class اللي هي inorganic carcinogen. أكو radioactive وأكو non-radioactive. Radioactive like radium, uranium. وأكو non-radioactive like metals, like nickel, chromium, lead. هاي يسمونها inorganic carcinogen. أكو epigenetic carcinogen. وعرفنا شنو يعني epigenetic. يعني يشتغل يأثر على الجينز بس مو directly. يأثر على DNA بس مو directly. Cytotoxins like nitrilo triacetic acid. Or solid state material like plastic and metal implants. هاي الامبلانتس يخلونها مثلا بالبودي العمليات بالهاي اكو بيها بلاستيك سوري اكو بيها ميتال امبلانتس مثلا النيكل هاي كلها بيها افكت بعدين هو اسبستوس هذا اللي يستخدمونه العازل اذا شايفينه العازل الحراري اللي يستخدمونه بيه اسبستوس فايبرز هذا صار له انليشن اوف ا لونج بيريد اوف تايم ممكن يسوي لنا لانج كانسر هرمون موديفايرز لايك 3 امينو ترايزولز وكو بروموترز وحكينا مساك إن أكو بروموتر or progressive agent or promoter agent sorry like saccharin phenobarbital phenobarbital يسوي promotion لل liver cancer طبعا البروموتر بيها شغلة إنه هي تشتغل organ specific مثلا phenobarbital يقول يزود ال incidence خلينا نقول of the or يسوي promotion for the liver cancer or neoplasia بس ما يسوي نفس الإفكت بالسكين أو another organs. سأحكينا على classes أو classification for the carcinogens by the environmental protection agency, the EPA والIARC, the international agency for research on cancer. أكو عندنا different groups هاي مقسمينها. أول أخطر جروب هي جروب A. Human carcinogen هذا definitely carcinogen based on epidemiological studies شافوا انه هذا الكومباوند يتعرض له هيومن راح يصير بيه كانسر جروب بي probable human carcinogen يعني هذا ممكن يكون carcinogen due to limited epidemiologic evidence يعني ما عندهم في ستروك evidence بعد يكون عليه يقولون عليه انه carcinogen هو يقسم الى بي 2 اللي هو يقول انه ديكويز evidence epidemiological evidence or no sometimes human evidence بس اكو evidence بالي بين animal انه هذا من يعطون animal سو cancer هذا يسمونه probable human carcinogen group c possible human carcinogen absence of human data ماكو human data تقول انه هذا الكومباوند carcinogen بس اكو evidence بالي animal limited evidence تقول انه هذا carcinogen يسمونه possible human carcinogen اكو group d هم possible human carcinogen بس شنو الفرق انه هنا ما عندنا inadequate human and animal evidence عشان عندنا evidence بالجروب سي بس limited هنا ماكو evidence sometimes or inadequate يعتبرها وجروب اي هذا non human carcinogen no evidence in at least two animal tests or no evidence in epidemiologic and animal studies هذا non carcinogen هذا classification وهذا نفس الحش اللي حكيناه هم معاد بهذا ال table
خلصنا من الكارسينوجينيسيس، حشينا بسرعة ما عرفنا شنو الكارسينوجينيسيس، شنو يعني شلون يصير الكانسر، شنو الستيجز اللي صارت، شنو الايجنت اللي سببت، عرفنا انه هو كونيشيشن، وقلنا هاي شبيه الانيشيشن ستيب تكون، هاي مهمة جدا تذكرونها، الانيشيتنج ايجنت تكون جينوتوكسيك والافكت مالتها يكون ايرفيرسبل. وراها وصلنا للستيب الثانية اللي هي البروموشن، البروموتنج ايجنت تكون نون جينوتوكسيك والافكت مالتها يكون ريفيرسبل، يعني قلنا هي تأثر على الانزيمز وعلى الريسبتورز بالنتيجة راح تأثر على البروليفريشن اوف ذا سيلز. وبعد شنو؟ البروجريشن اخر شيء. البروجريشن راح تكون ايش فيها؟ جينوتوكسيك ويكون الافكت مالتها اوصو ريفيرسبل. نرجع للجينيتك توكسيكولوجي، طبعا هي اغلب الاشياء احنا حكينا عليها هنا. بروموشن ايجنت، شي لي حكي علاوي حبيبي علي، شنو سؤالك؟ علي قاسم جعفر، شنو سؤالك؟ ما فهمت غير دكتور، اذا بروموشن ايجنت موجود يصير كانسر ام لا؟ ما فهمت يعني. هذا البروموشن ايش فيه؟ ما سوي هي تيومر باي باي يعني از ات از كومباوند، اذا هو كان بروموتر ما يسوي كانسر، الا اكون شيش تصير، اكون شيش ايفنت قبله يلا يصير كانسر. اخر شيء عليه من حكينا على البروجريشن، بالنهايه يسوي لنا دي ان اي او جينيتك توكسيك ايفنتس، راح يكون هنا شنو عندنا؟ ريفيرسبل. عرفنا شنو الكلاسز، شلون يقسمونها، شلون الدراجز بلوبرجنس يقسمونها كلاس مثلا A و B و C و D، شلون تقدر اذا شايفين الكلاس كاتيجوري A و B كاتيجوري C و D و X. نفس الشيء انا عامل الكارسينوجين مسوي له كلاسيفيكيشن based on the epidemiologic studies اللي هي بالهيومن يسوونها or based on the animal data. هسه نجي على الجينيتك توكسيكولوجي، من اسمها genetic toxicology يعني we are talking about the effects of chemicals and physical agents on the DNA and on the genetic processes of living cells. The effects on the genetic material can be assessed or by measuring the interaction of the agent with DNA directly or indirectly through the assessment of DNA repair or the production of gene mutation or chromosome alteration. يعني يقيسون directly خلون الكمباوند يجيبون في cells in vitro or outside our body، ويخلون عليه الكيميكال كومباوند ويشوفون شنو اللي يصير الدامج بالدي ان اي، ويقولون يابا هذا ياثر هيك هذا ياثر هيك. الستديز بالجينيتك توكسيكولوجي يقول اكو ابيديميولوجيك ستديز، ورا ما يعني يسوون ورا ما يعني يجون جماعه توكسيكولوجي يشوفون فشي الناس تستخدمه صار فتره طويله، يجون ياخذون يسوون كولكشن اوف داتا ويشوفون، هاي يسمونها ابيديميولوجيك ستديز، يشوفون هذا كارسينوجينيك مثلا او جينوتوكسيك او لا. Testing of compounds and mixtures. يجون يأخذون the compound and mixture of the compounds ويسوون له test بالأنمو. وش يقولون؟ هذا كارسينو أو جينوتوكسيك أو نوت. نفس الفكرة، نفس فكرة الكارسينو. ويدرسون بعدين الميكانيزم of genotoxicity. إحنا شنو عندنا؟ شنو هي الجينيتك ماتريال مالتنا؟ هي الدي إن إي. الدي إن إي هذا موجود inside our body، موجود وين؟ الكروموسومز. موجود هنا كروموسومز. كروموسومات اللي عندنا ايش قد؟ 23 بير. راح نوقف هذا وارجع ندخل من جديد حتى نكمل المحاضره.